سياط ابيزار خوت الاف ار هذه اللي معنا كتجيب واحد موتوريزاسيون ما شاء الله زوينه، موتوريزاسيون ان 6 تي دي اي، الانرجي ديالها خلاص ديزل، سيلندري ديالها 1598 سنتيمتر كوب، بواط فيتيس مانيوال كتجيب 5 لي رابور، بويسونس فيسكال 6 لي شوفو، الكوب الماكس ديالها 250 نيوتن متر، بويسونس ماكسيمال ديالها 95 شوفو، الكونسوماسيون ميكس ديالها 4.4 لتر في كل 100 كيلومتر، هي الايموسيون ديال سي او 2 99 غرام في كل كيلومتر، الفيتاس ماكس ديالها كتوصل ل 182 كيلومتر بارور، اكسيليراسيون ديال 0-100 كديرها في 11 سيكوند فاصلة 3، موتوريزاسيون مزيانة قوية ما بيهاش بارابور الفوليم والعبارات تاع الطوموبيل والبوا ديالها ما شاء الله قوية، يعني شبابية رياضية بامتياز. سيط ابيزال خوت ايفوليات بزاف من ناحيه لي زيكيبمون و لي زوبسيون وحتى الشكل الخارجي ديالها، اكيد حيت راه الجيل الخامس هذا اللي معنا اليوم. الطوموبيله كانت بدات لا برودكسيون ديالها من 1984 كجيل الاول، الجيل الثاني بدا دخلت في الجروب تاع الفولكسفاجن، يعني بدات اللمسه الالمانيه كتظهر على الطوموبيل من ناحيه الديزاين والموتوريزاسيون بشكل رئيسي و100%. معنا الجيل الخامس اللي كيتعتبر رقم واحد من حيث المبيعات بالنسبة للشركة إسبانية، وأكيد من بين أجمل السيارات خلاص عند السياط من بعد السياط ليون اللي غادي نتعرفوا عليها في الفيديو الجاي إن شاء الله. تسمية تاع الإبيزا الخوت راجعة للجزيرة تاع إبيزا اللي كاينة في إسبانيا، تعتبر من أجمل الجزر أو المدن السياحية في إسبانيا. أجي نشوف الطوموبيلة من الشكل الخارجي ديالها وأهم لي زوبسيون لي زوينين. سيات ابيزا كتجيب 3 تاع لي فيرسيون وكتجيب جوج تاع لي موتوريزاسيون، موتوريزاسيون ايسونس وموتوريزاسيون ديزل. الايسونس كتجيب 3 تاع لي فيرسيون، ريفيرونس ستيل والاغبان، وموتوريزاسيون ديزل كتجيب ستيل اغبان والاف ار اللي معنا اليوم. اهم لي زيكيبمون لي جاو في الطوموبيل من الواجهه الاماميه ديالها، عندك لي بروجيكتور نافون جاو فول ليد، عندك لي فاغون تيبغويا كذلك، عندك لي غادار من القدام ومن اللور، الكابو ديالها جاب شكل رياضي بامتياز، فيه الايروديناميك تعطيها واحد لافيكسيبيليتي كبيره في الطريق، عندك كالندر داير على واحد لابار كرومي وفيها لانسير تاع ولا رابيل تاع الاف ار، السياط اللوغو ديالها جا كرومي، شفت انا سوق كبير مع لي زيكيبمون اللي كاينين في الطوموبيله من القدام، جاو فواحد لوك رياضيه بامتياز. الطوموبيله من اللور دائما الاف ار عندك لي فو اغيير فول ليد دوبل فلوكس دي شابمون كرومي، جو عطاوها واحد الشكل رياضي، عندك لي غادار من اللور ومن القدام، عندك المونوغرام تاع سياط ايبيزا المدينه الاسبانيه الجميله اللي يمثلوها صراحه في الطوموبيله هذه، عندك توا بانوراميك كبير، طوموبيله من البروفيل ديالها بواني ديالها مان ليبر، روتروفيزو غابطابل الكتريك سيليمينوز جو في بيانو بلاك، لي جون تاع 18 فران ديسك جو اون الومنيوم، عندك كوليكسيون كبيره باش تختار الفران، المهم لي ديسك لي جونت لي يعجبوك. صراحه سياره رياضيه، انا كنشجع صراحه البنات ياخذوا سياط ايبيزا في الفئه تاع الاف ار، والدراري يمشيو ياخذوا سياط ليون في الفئه تاع الاف ار باش تكون شويه تاع ليغاليتي. واخا سياط ايبيزا المهم مزيان هي كذلك، حيت نقدر نقول لكم صغيره شويه على سياط ليون. اجي نشوفوا الطوموبيله، فيها الكاميرا دريكول، فيها كيتحل الكفر ديالها من اللوغو اللي عندها كفر تبارك الله كبير تقريبا 300 اترو، عندك لي بونكيت اغيا غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديال الكفر ديالك، وعندك رويضات سكور كذلك. الطوموبيله ما شاء الله ناحيه جمعوا من ناحيه الموتوريزاسيون ديالها اللي جات قويه، والشكل الخارجي ديالها اللي جا رياضي والزوين، وجات في هذا الكولور حمر ما شاء الله تجي فيها شي بنت زوينه. المهم نتمنى من الله يسهل عليكم كاملين باش ما تمنيتو ان شاء الله توصلوا لهذا النيفو هذا وتفوتوه ان شاء الله. الطوموبيله عجبتني حتى من الداخل ديالها، عندك كيف ما تشوفوا معايا لي بونكي طاغيغ جاو اون كوير كيف ما قلت لكم راهم غابطابل، وعندك لي فيتر الكتريك حتى من اللور، وعندك لي زوفيكس من اجل تثبيت الدراري الصغار في حاله ما كان معاك شي دري صغير او رضيع.
الطوموبيله زوينه، اجي نشوفوا الطوموبيله حتى من ناحيه تاع الكونديكتور والباساجي اللي تيجلسوا في القدام. الطوموبيله من الداخل ديالها اجي نبداو بالباب. الباب عندنا لي فيتر الكتريك، عندنا لي بواني كرومي، عندنا باك دو رونجومون، عندنا سيستم سونوريزاسيون كيجي بربعات عليه هوت بارلور بارلور. عندك لي سيلغي ديالها جاو اون كوير، جاو في خياطه دي سور بيكور روج، شكل رياضي بامتياز. عندك الفولون فيه الطاق تاع الاف ار ملتي فونكسيون، ثلاثه تاع لي برونش عجبني. عندك كتحكم فيه في الاورديناتور دو بورد ديالك، جدك ليكرون زوين فيه وجا ديجيتال. كذلك عندك ان ايكرون تاع 8 بوس ملتي فونكسيون، انترفاس ملتي ميديا، انترفاس بلوتوث، حاجه زوينه. عندك الكليماتيزاسيون بيزون، عندك الابيتاكل ديالها جا اون كوير افيك دي سور بيكور روج، عطاها واحد الشكل رياضي حتى من الداخل ديالها. دي سباس دورونجومون كيف ما قلت لك، البواطاغون اكليري، هادشي مفيد بزاف. عندك ان ايكرون تاكتيل 8 بوس ملتي فونكسيون، يمكنك تشوف ليطا تاع الطوموبيل، تشوف ليطا تاع الموتور، المود لي مود درايف يعني ايكونومي سبور انديفيديوال، حاجه كتسهل عليك السياقه في السياره ديالك. ايكرون بامكانك تشوف ستريمين لايك تستمتع بالموسيقى، تكونيكتيها مع البلوتوث والابل يعني الاندرويد كذلك. الطوموبيله ما شاء الله ان ايكرون سمارت في الحقيقه، ونزيدوا عليها يعني تتخلق لومبيونس وسط الطوموبيل. اما من ناحيه السيكوريتي او السلامه، عندك لي زيرباك فرونتو لاتيرو، عندك جميع الانظمه تاع الفريناج، الاي بي اس، الاو اس بي، الاي سي ار، زيد عليها لي كيما قلت لك لي غادار كاميرا دو ريكول، لي غادار دو ستاسيونمون القدام واللور. فالطوموبيله ما شاء الله يعني كامله مكموله، صنع الماني يعني، واخا هي شركه اسبانيا، فموتوريزاسيون قويه، ديزاين زوين، جميع لي زيكيبمون فيها شبابيه بامتياز. كيف ما قلت لكم ديك الساعات، علاش لا ما تكونش الطوموبيله للبنات والدراري يمشيو هما يتوجهوا للسيات ليون، سيات ليون الاف ار، سياره ما شاء الله بيرفورمانس عاليه على هذه، من ناحيه الموتوريزاسيون، من ناحيه اللوك، من ناحيه لي زيكيبمون اللي فيها. فما شاء الله ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاولوا نهضروا عليها ونقدموا شي فيديو زوين ومفصل ليها. سيات ليون ايبيزا هذا كان فيديو تفصيلي عليها. البري ديالها كتبدا تقريبا في الفيرسيون ايسانس من 14 حتى توصل من لونطري دكام ديالها البيرفورمانس بلس، وكتوصل الريفيرنس بلس كتوصل حتى 18 في الاوربان. اما في الفيرسيون ديزل كتوصل تبدا من 18 كتوصل حتى 24 في الفيرس في الفئه تاع الاف ار ستيل اوربان اف ار. الطوموبيله ما شاء الله تستاهل هذا البري هذا، اكيد صنع الماني، الجروب تاع المانيا وشركه اسبانيا بامتياز. صراحه عجبتني الخوت، نتمنى لاي واحد فيكم ويا ربي يسر الامور، والخدمه الخدمه الخدمه، فما تحطوش السلاح بكري، اكيد غادي توصلوا للمراد ديالكم والغايه ديالكم بالعمل العمل العمل. الله يسر الامور ونهاركم مبروك، وسمحوا لي الا كنت تعطلت ولا درت شي غلط ولا شي حاجه بحال هكا.